السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود مرة أخرى لمناقشات في هذه القناة، مجموعة من المواضيع العامة والمواضيع القانونية، واللي غتكون اليوم خاصة بالجماهير الرياضية. كما كتعرفوا أنه شخصيا تتبعت النقاش ما بين الشباب، خاصة جماهير فريقين العاصمة الاقتصادية، جماهير الوداد وجماهير الرجاء، بخصوص مواضيع لها علاقة بالميركاتو أو تنقل اللاعبين، واللي طرحت فيها بعض النقاط القانونية اللي عندها علاقة بجنسية اللاعبين، واللي ربما تفاعلت مع مجموعة من الشباب بخصوص هذه النقطة. ارتئيت اليوم ان ندير هذا اللايف وهذا المباشر او هذا الفيديو باش نحاول نشرح فيه بالنسبه للجماهير، وخاصه الجماهير الكرويه من الشباب، بعض النقاط اللي عندها علاقه بجنسيه اللاعبين. فالموضوع اللي كنطرح هو خاص بواحد اللاعب اللي ربما استقطبته او استقطبوا فريق الرجاء في الميركاتو الصيفي. هذا اللاعب ربما يمارس في أوروبا وله جنسية كنظن غينية أو غانية، كنظن غينية، وبطبيعة الحال هو لاعب مع المنتخب الغيني، ومع ذلك استقطبته الرجاء البيضاوي وطرح إشكالية ديال الجنسية. ملي كنبحثو كنلقاو بأن هذا اللاعب ليس أجنبي من منظور قانون الجنسية المغربي، لأن الأم ديالو مغربية، يعني حاملة الجنسية المغربية كجنسية أصلية وكجنسية مكتسبة. على أي حال فالأم ديالو مغربية، إذا بالنسبة للقوانين المغربية أو قانون الجنسية كما تم تعديله بصفة خاصة سنة 2007، وكنعرفوا بأنه في القانون الجنسية في نسخته الأولى كانت الجنسية الأصلية تمنح من طرف من جهة الأب، بمعنى كل شخص ازداد من أب مغربي فهو يعتبر مغربي سواء ازداد في المغرب أو خارج المغرب. وكي مع التعديل اللي دخل على قانون الجنسية نتيجة الموجة الحقوقية، أصبحت الأم المغربية شأنها شأن الأب المغربي، كيمنح الجنسية المغربية كجنسية أصلية، بمعنى أن كل شخص ازداد من أم مغربية بغض النظر عن جنسية أبيه سواء كان حامل الجنسية أو بدون جنسية، فهذا الشخص كيكون حامل الجنسية المغربية كجنسية أصلية بمجرد الولادة، بمعنى أن هذا القانون يسري بعثة الرجعية. كل شخص ازداد من أم مغربية فهو مغربي، حتى وين كان ازداد قبل صدور هذا القانون وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سنة 2007. إذا معنى هذا أن هذا اللاعب الذي استقطبته أو استقطبه فريق الرجاء هو من منظور القانون المغربي ليس أجنبي، بل هو مواطن مغربي ولاعب مغربي، على الرغم من أنه على مستوى المنتخبات فهو يلعب لفائدة المنتخب الأب ديالو اللي هو كنظن غينيا. إذا غتلاحظوا بأن هناك فرق ما بين القوانين الوطنية وبعض المقتضيات اللي جات في قوانين الفيفا. عرفوا بأن قوانين الفيفا نتيجة تواجد المتعددي الجنسيات وكذلك ظاهرة تجنيس اللاعبين، فالفيفا وضعت معايير معينة بأنه عندما يزاول لاعب داخل منتخب معين مجموعة من المباريات فمن طبيعة الحال لا يبقى من حقه أن يقوم بتغيير المنتخب الذي زاول باسمه كمواطن. إذا غتلاحظوا بأنه هناك فرق ما بين المنتخبات أو الممارسة في إطار المنتخبات والممارسة في إطار الأندية، فهذا المقتضى يطبق، يعني أنه الشخص عندما يمارس بالنسبة للمنتخبات إذا كان لعب بتوني ديال منتخب معين عدد المقابلات لا يبقاش عنده الحق أنه يغير هذا الفريق او هذا البلد كمنتخب. طبيعة الحال هذه
قواعد منصوص عليها في قوانين الفيفا، ولكن على مستوى الأندية أو على مستوى البطولات الوطنية فغالبا ما تطبق فيها القوانين الوطنية. إذا ففي الحالة ديالنا تعرفوا بأنه كل شخص، يعني في الحالة كنهضروا على اللاعبين أو الرياضيين، كل شخص ازداد من أب مغربي أو أم مغربية، سواء ازداد في المغرب ولا خارج المغرب، فهو حامل الجنسية المغربية كجنسية أصلية. وقوانين الرياضية، قانون الرياضي في المغرب، سواء المنظم للجامعات الرياضية أو العصاب، سواء المنظم لكرة القدم وغيرها من الرياضات، فهو يتعامل قانونا مع هذا اللاعب على اعتبار أنه مواطن مغربي ولاعب مواطن وليس لاعب أجنبي. إذا هذا باش نوضحوا هذه النقطة المتعلقة بهذا اللاعب الآن اللي المفروض سيمارس داخل نادي الرجاء البيضاوي. إذا فهو ليس لاعب أجنبي بل هو لاعب مغربي على اعتبار أنه حامل الجنسية المغربية كجنسية أصلية من جهة الأم، بمعنى أنه ازداد من أم مغربية، سواء رغم أنه ازداد خارج المغرب فهو حامل الجنسية المغربية كجنسية أصلية. إذن هذه النقطة الأولى اللي عندها علاقة بالجانب ديال الجنسية. كاين موضوع آخر اللي غادي نحاولوا نناقشوا معكم، اللي ربما تطرح بشكل كبير هذا في هذا الميركاتو وبداية الموسم الرياضي، هو إشكالية الاستثمار في مجال كرة القدم. تعرفوا بأنه فريق الوداد البيضاوي على غير العادة قام بميركاتو ربما استثنائي على مستوى الانتدابات وعلى المستوى المادي. إذا فالمشرفين على الوداد الآن هو المكتب المسير ولا اسم رئيس الفريق، يعني نقدر نقول بأنهم غامروا وولجوا أو دخلوا ما يعرف بالاستثمار في المجال الرياضي على الرغم من الصعوبات. كنعرفوا بأنه البطولة الوطنية تعيش حالة استثنائية بحكم أنه إقفال أغلب المركبات اللي يمكن أنها تستوعب الجماهير الرياضية. إذا فالمداخل اللي عندها علاقة بالجماهير أو المقابلات ربما ستكون مداخل ضئيلة جدا، وربما لن تغطي حتى مصاريف هذه المقابلات. ورغم ذلك فنجد مجموعة من الفرق التي عانت في هذا الميركاتو أو نهاية الموسم مجموعة من المشاكل المالية. تدخلت العصبة والجهة المشرفة على كرة القدم من أجل إنقاذ مجموعة من الفرق من المنع الذي تعرضت له على مستوى الانتداب. إذا ومع ذلك الآن أنه تم عملية رفع المنع على العديد من الفرق، ودخلت بصفة خاصة فريق الوداد البيضاوي بتحدي كبير جدا، لأنه على مستوى تحدث الآن على مستوى الاستثمار الرياضي دخل في واحد المجال اللي ممكن أنه فيه مراهنة كبيرة جدا على الرفع من القدرات المادية لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، اللي هو مقبل بطبيعة الحال على مجموعة من المسابقات وعلى رأسها كأس العالم. ولكن الآن هذه الانتدابات بالمبالغ الطائلة ربما الغير مسبوقة، فأظن أن المسؤولين على فريق الوداد البيضاوي غيدخلوا في مجال ديال الاستثمار الرياضي. وبطبيعة الحال عندما تحدث الاستثمار فهناك كاين إمكانية الربح وكاين إمكانية الخسارة، وإن كانت الظروف الآن غير مشجعة كما قلت في الأول على مستوى المركبات، إغلاق الجديد المركبات وعلى مستوى مداخيل الجماهير، فالظروف مشجعة على مستوى معطيات أخرى اللي عندها علاقة مشاركة بصفة خاصة مشاركة في كأس العالم، لأن الأمر يتطلب أنك تحصل على مداخل لها علاقة بالإشهار ومداخل لها علاقة بالاحتضان، بالإضافة من طبيعة الحال إلى المداخل اللي يمكن تكون مداخل بسيطة اللي عندها علاقة بالجماهير. وبطبيعة الحال كتطلب كذلك مشاركة محبي وجماهير الوداد من خلال المساهمة على مستوى اقتناء البطائق. إذا هذا تحدي كبير جدا، تحدي كبير جدا قام به المكتب المسير لفريق الوداد، وربما كنظن أنه تحدي مرتبط بتطوير الاستثمار في المجال الرياضي ومجال كرة القدم بصفة خاصة. وغالبا انه اذا نجحت هذه الخطوه غادي يمكن تدفع فريق الوداد الرياضي البيضاوي على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستثمار الى مصاف
الفروق الكبرى على مستوى القارة الإفريقية وحتى على المستوى العالمي. إذا نتمنى لفريق الوداد الرياضي البيضاوي ولفريق الرجاء الرياضي البيضاوي كذلك التوفيق في المسابقات سواء العالمية أو الإفريقية أو الوطنية اللي شاركوا فيها، وكنتمنى أن هذه الخطوات المرتبطة بالاستثمار في المجال الرياضي ترفع الكرة الوطنية إلى مصاف وتدفع بالدوري المغربي إلى مصاف الدوريات العالمية. وشكرا لكم على المتابعة.